لم تنجح بهجة العيد في إسكات ثورة المدافع في السودان الذي لم تنطفئ نيران الحرب في العديد من مدنه وقراه منذ أكثر من عام. الحرب حرمت الملايين من السودانيين من طقوس العيد، أفسدت عليهم بهجته، سواء كانوا نازحين تفرقت بهم السبل أو مكلومين لفقد الأهل. كاميرا الحدث تجولت في إحدى مناطق الخرطوم، حيث عبر السكان عن قلقهم البالغ من استمرار القتال العنيف وتأثيره على حياتهم ومعاشهم اليومي. لسه التضحية، ما شايفة تضحية هنا هسي. يعني العيد كويس بس الضريب والشعور ذاته ما مطمن، بس الحمد لله. يعني حياتنا للأهل جميعا، وكل عام وانتم بخير داخل السودان وخارج السودان. والله ما قدرنا نضحي، والحمد لله ونحمد الله ونشكره، والعيد والله جانا على خير، والحمد لله والبلد على خير ذاته، ان شاء الله ربنا يصلح الحال. قليل من الناس الذين يعني يضحون، يعني الكثيرون لم يضحوا، نسال الله تعالى ان يتقبل منا جميعا. فالله قال لا ما ضحينا، لكن الله قال لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فرحانين بهذا العيد والحمد لله، مبسوطين ما ضحينا، لكن الحمد لله فرحانين. والله أضحية ما في، أضحية ما في عديل كده، يعني للسنة دي للسنة اللي فاتت. وطبعا نحن المعاناة في شنو في الخرطوم هنا، يعني المويه ما في والأضحية ما في، زي ما شايفين انتوا يعني ما في أضحية ما في، والمياه ما في، يعني تكاد شنو يعني شبه منعدمة، يعني منطقة وفي هنا أمراض كثيرة طبعا، وقريب يعني أطفال كتار ماتوا قريب 30 من عدم شنو الدواء، ما في حياة زي دي. طبعا بالنسبة للظروف الجارية في البلد يعني كاش ما في، وذاتها شبه منعدمة يعني. ورغم إنه ليلة العيد نحن حاولنا يعني نخرج ونعيد على الجيران عشان يكون فيه نوع من الشيء المألوف في المنطقة. طبعا منطقة الجريف تشتهر بالترابط الاجتماعي وصلة الأرحام، فاهمين هنا كده العيد عندنا مظاهره عادية، بس ما عدا حاجات بسيطة كده، وإن شاء الله السنة الجاية نعيد كلنا تامين سالمين آمين. ربنا الحق إن شاء الله بإذن الله يجعل الأمن في السودان الحبيب، وربنا إن شاء الله بإذن الله يطفي نار الحرب بإذن الله إن شاء الله. وفي دارفور أيضا غابت مظاهر العيد عن مدن الإقليم، سواء في الجنينة التي لم تتعافى بعد من جراح الحرب، أو في النيالة التي يحتدم فيها القتال وسط مشاهد انتقام بعد مقتل قائد قوات الدعم في دارفور، أو في الفاشر التي تعاني الحصار وتتأهب لمعركة مصيرية. وفي كل مدن دارفور يأمل السودانيون في نهاية عاجلة للحرب التي قالوا للحدث أنها دمرت النسيج المجتمعي السوداني وأفقدت السودان بهجة الأعياد في ظل ترد أمني واقتصادي. بتمنى لكل الشعب السوداني أنه ربنا يصلح على البلاد بأحسن حال، وربنا يعم السلام والاستقرار، وترجع الدولة السودانية زي ما عهدناها، يرجع السلام والاستقرار ويقيف نزيف الدماء اللي طال عام ونصف في حرب عبثية الشعب السوداني ما عنده فيها أي مصلحة، سواء كان في غرب السودان، في شرق السودان، في وسط السودان. نحن بنتمنى كل السودان يرجع يعني زي ما كان. إما السلام في السودان، وجامع الخاتمية هو الجامع الذي بيجمع كل أنوان الطيف في السودان، فيما الشماليين النيل نهر النيل وعبر الآن موجودين في شرق دارفور في الضيعنة، يصلون صلاة عيد الضحية بكل أمان. ينبغي للشعب السوداني أن يعني أن يرفض هذه الحرب ويستنكر هذه الحرب، ويدعو الطرفين إلى إيقاف هذه الحرب. دماؤنا غالية وشبابنا غالي، فقد فقدنا فيها أعز ما نملك. شن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دجلو هجوما عنيفا على المقاومة الشعبية التي عدها بمثابة غطاء لكتائب فلول النظام المعزول وعناصرهم في الجيش والأجهزة الأمنية الأخرى على حد تعبيره، محذرا من إقحام المواطنين العزل في الحرب ومتوعدا بعدم التهاون في مواجهتهم. حميتي هنأ في تسجيل صوتي على منصة إكس الشعب السوداني بمناسبة عيد الأضحى، متهما الحركة الإسلامية بمعاونة عناصرها في الجيش بإشعال الحرب في السودان. حميتي تحدث عن الأوضاع في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، متهما الحركة أو الحركات المسلحة بالمسؤولية عن التصعيد هناك
بعدما فارقت الحياد واختارت الانحياز إلى الجيش على حد قوله. الجيش وبأوامر من قادة الحركة الإسلامية الإرهابية هو الذي سحب وفده من جدة عندما تبين لهم بأن المفاوضات يمكن أن تؤدي إلى اتفاق يعيد البلاد إلى مسار التحول الديمقراطي ويخرجنا نحن العسكريين من السياسة. لقد أكدنا من قبل ونقولها اليوم وغدا أننا نرحب بلا تردد بجميع المبادرات الإقليمية التي تهدف إلى تحقيق السلام الشامل واستعادة مسار الانتقال الديمقراطي في السودان. نتألم جدا لأوضاع مواطنينا الأعزاء الذين يعيشون ظروفا قاسية وسنعمل ما بوسعنا على تخفيف معاناتهم والسعي الجاد لتحقيق تطلعاتهم في السلام والاستقرار وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لهم بالتنسيق مع المنظمات الإنسانية. وهنا نشدد على ضرورة فتح جميع الممرات الإنسانية لتوصيل المساعدات لمواطنينا. قال عضو مجلس السيادة السوداني ومساعد قائد الجيش ياسر عطا إن الجيش السوداني لا يسعى للتوصل إلى هدن أو مواصلة التفاوض، بل يريد حسم المعركة نهائيا ضد الدعم السريع. نحن ضمن أي الحرب يا أخوان، نحن نعمل هدنة، نعمل تفاوض عشان الحرب تتأجل بعد سنة بعد سنتين، لا نشيل الشيلة مرة واحدة، ننتهي من هذا الكابوس، ننتهي من هذا السرطان. معنا من القاهرة الباحث السياسي السوداني الدكتور محمد عثمان الخضر، مرحبا بك، شكرا لوجودك معنا. دكتور محمد، ما السبب وراء كل هذا العنف اليوم في دارفور عموما وفي الفاشر خصوصا، لأن هذه الأحداث تعيدنا إلى دارفور وما مرت به قبل نحو 20 عام؟ مرحبا بك والتحية عبرك والتهنئة لكل العالم العربي والإسلامي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وأخص بهذه التهنئة أهلي وعشيرتي من السودانيين داخل وخارج البلاد، متمنيا من الله سبحانه وتعالى أن يعيد للبلاد أمنها واستقرارها في أقرب مما يكون، وليس ذلك من الله من بعيد. بالعودة إلى سؤالك وبالتعليق على خطاب غايد قوات الدعم السريع اليوم، أعتقد أنه هو خطاب مكرر ومكرور، وحمل نفس العبارات التي ظل يكررها طيلة الفترة الماضية منذ تحول نهج السياسة الخاصة بالدعم السريع من السيطرة على الحكم في السودان إلى البحث عن التفاوض. وأعتقد أن تكرار هذه العبارات وهذه ما يحمله خطابه هذا يمزق كل خطاب يخرج منه، يمزق جزء من طوق النجاة الذي يبحث عنه في البحث عن التفاوض والبحث عن الخروج من هذه الأزمة. أعتقد أن خطاب حميدتي اليوم هو حمل 3 أشياء جديدة، يمكن أولها هي الترحم أو النعي لغايد قواته في منطقة وسط دارفور والذي يعني قتل في الأيام الماضية في معركة الفاشر، وهذا أمر طبيعي. الأمر الثاني الجديد في خطاب حميدتي هو محاولة اتهام الحركات المسلحة بأنها هي السبب في الأحداث الفاشر. ما الغرض من هذه المحاولة؟ يفنده الوقائع. الأمر هذا الاتهام تفنده الوقائع. هذه الحركات وأخص الحركتين الرئيسيتين في هذا الموضوع اللي هي حركة العدل والمساواة بقيادة الدكتور جبريل إبراهيم وحركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، انضمت هذه الحركات أو رفعت سياسة الحياد التي اتخذتها منذ اندلاع الحرب في تقريبا كانت في 16 نوفمبر الماضي، أي بعد مرور 7 أشهر من اندلاع الحرب. ورغم أن التمسك بهذه السياسة الحياد كان في فترة عصيبة جدا، يعني بعد 7 أشهر من اندلاع الحرب أعلنت هذه القوات التخلي عن سياسة الحياد بالرغم من سقوط ممكن 4 ولايات من أصل 5 ولايات في دارفور. وكذلك شهدت تلك الفترة بعد 2 شهر من اندلاع الحرب تقريبا برضو في 15 يونيو الاغتيال البشع لوالي ولاية غرب دارفور خميس بكر، وبرغم ذلك احتفظت هذه القوات بسياسة الحياد. ولكن أعتقد أنها، وهذا من وجهة نظر خاصة، أعتقد أنها آثرت الخروج من سياسة الحياد نسبة لأنها لا تملك خيارا آخر
وذلك لأن كان من المتوقع أن القوات الدعم السريع تسعى إلى السيطرة على الفاشر، وهذا سوف يكون أو يدخلها في صدام مباشر معه باعتبار أن الفاشر هي ممكن نصفها بأنها الحاضنة الاجتماعية لتلك الحركتين، وتشمل هي الكثير من المؤيدين وكثير من التابعين للحركتين، حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان في الفاشر. البند الثالث أو الجديد الثالث في خطاب حميدتي اليوم هو التحدث عن مجزرة والدنورة، ومحاولة أيضا أن المجزرة أو الذي حدث مجزرة في والدنورة هو قتال بين قواته وبين القوات المسلحة وجهاز الأمن، وهذا تكذبه الوقائع أيضا، حيث بلغ عدد القتلى أكثر من 200، وشملت بين ذلك بين أولئك القتلى 53 طفل. هذا يكذب الذي يحدث، ولم تقتصر المجازر على والدنورة، فلحقتها في الأيام الماضية بيض أرض أيضا في مجزرة في قرية الشيخ السماني، وهذه القرية أنا زرتها وأعرفها، يعني هي قرية صغيرة جدا سميت على أحد مشايخ الحركة أو الطريقة السمانية في تلك المنطقة، وعدد سكانها بسيط جدا، ولكن يعني سكن لجأوا إليها بعض المواطنين من المناطق التي سيطرت على قوات الدعم السريع، مما جعل إنه هذه المنطقة يعني محشودة بالمهجرين ومحشودة بالنازحين من المناطق الأخرى. فالخطاب كما أسلفت في بداية التحليل إنه هو عبارة عن تكرار ومكرور لما ظل يردده قائد الدعم السريع، وأعتقد أن هذا لن يقدم في وجهة نظر. طيب، وكونك تحدثت عن مجزرة والدنورة أستاذ محمد عثمان، يعني معركة الفاشر تحديدا وبعد مقتل علي يعقوب وهو أحد القائد الدعم السريع في دارفور، بدأ يتردد أو يتم الترويج اليوم على أن هناك إبادة جماعية ربما ستقوم بها قوات الدعم السريع في دارفور، أو تمهيد لمذبحة كبيرة ربما تحصل هناك. هذا ما ظلت تتخوف منه المنظمات الدولية، وظلت تتخوف منه كل المراقبين، يتخوف منه كل المراقبين في للحرب في السودان. اليوم التقارير أشارت إلى أن حدثت مذبحة إثنية وعرقية في ولاية جنوب دارفور في نيالا، وذلك شيء يعني هو ظل يحدث في فترات كثيرة. ما زالت الصراع الإثني والعرقي ليس بجديد في دارفور، فقد ظل منذ العام 2003 هو ما زال بتاعت صراع قبلي وإثني وعرقي. ومن المتوقع أيضا أن تشن قوات الدعم السريع في الأيام الماضية محاولة للانتقام لمقتل غايد كبير من قواتها هو علي يعقوب جبريل، هو غايد يعني ممكن يعتبر من قيادة الصف الأول، وهو غايد قوات الدعم السريع في ولاية وسط دارفور، وهو كذلك من أوكلت إليه مهام فرقة ولاية وسط دارفور في زالينجي. هل ينظر لمعركة الفاشر اليوم بأن هي المعركة الفاصلة، معركة الحسم؟ نعم ينظر إليها من هذا المنظور، وكذلك حتى المراقبين وحتى المنظمات الدولية تعي ذلك تماما، وتعي أن الفاشر هي المعركة المفصلية، باعتبار أن الدعم السريع فشل في السيطرة على كل البلاد، وانتقل من الخطة ألف واللي هي الخطة الرئيسية في محاولته للسيطرة على البلاد عبر الانقلاب في 15 أبريل تاريخ اندلاع هذه الحروب، واتجه إلى الخطة باء واللي هي السيطرة على دارفور وإعلان دولة في إقليم دارفور، وهذا ما جعله في مواجهة مباشرة مع المجتمع الدولي ككل، لا باعتبار أن ذلك ربما سيقود إلى تهديد الأمن والسلم الدوليين، وما يدعي المنظمة الدولية عبر مجلس الأمن باتخاذ سياسات أكثر حسما ربما تقود إلى التدخل في هذه المنطقة، باعتبار أن هذه المنطقة أصلا في دارفور هي متداولة ومطروحة في أضابير مجلس الأمن منذ العام 2003، واتخذت فيها الكثير من الغرارات. نعم. طيب، حتى بعد قرار مجلس الأمن الأخير المتعلق بالفاشر الداعي قوات الدعم السريع لعدم التحشيد ووقف إطلاق النار بشكل فوري، يستطيع الدعم السريع أمام الصمود أمام كل هذه الضغوط لأنه هذا قرار دولي؟
أعتقد أن الدعم السريع لا خيار له. الدعم السريع لم يلتزم كذلك أيضا بالدعوات من عدم اجتياح عاصمة ولاية الجزيرة مدني، باعتبار أنها احتضنت الفارين من الحرب من ولاية الخرطوم والمناطق المتاخمة للولاية، ولم يستجيب لذلك الطلب. وأعتقد أن الذي يحدث في الفاشر سيكون أكثر تشددا من قبل قوات الدعم السريع، باعتبار أنه طوق النجاة الذي تبحث عنه حتى يعزز موقفها إن حدث تفاوض في الفترات المقبلة، باعتبار أن الفاشر طبعا هي في الأساس هي عاصمة إقليم دارفور ككل قبل التقسيم الجغرافي الأخير وتقسيم ولاية دارفور أو إقليم دارفور ككل إلى 3 ولايات ومن ثم إلى 5 ولايات. الفاشر لها رمزية كبيرة جدا في إقليم دارفور باعتبارها هي العاصمة لكل الإقليم كانت في الماضي قبل التقسيم الجغرافي من إقليم واحد إلى 3 أقاليم ومن ثم إلى 3 ولايات ومن ثم بعد انفصال الجنوب في 2011 إلى 5 ولايات. فالذي يحدث الفاشر أعتقد أن الدعم السريع لا يمكنه أن يتخلى أو يعني يستجيب للضغوطات الدولية بعدم مهاجمة الفاشر، وهو يبحث عن ذلك في الاستعاضة عن هذا بالبحث عن التفاوض وعن استئناف التفاوض في المنابر، حيث ظل الخطاب الغايد والدعم السريع في الكثير إنه هو الذي يدعو للتفاوض وأن الطرف الآخر الممثل في قوات الشعب السوداني. ولكن أنت قلت نقطة أنه ممكن يعول على مسألة التفاوض في المستقبل الدعم السريع. مسألة التفاوض لازال قائما مع كل هذه التطورات العسكرية على الأرض، وحتى ما قاله حميتي في تسجيله الأخير. نعم، التفاوض هو لا أعتقد أن هنالك حرب تحسم عسكريا بشكل كامل، لم يحدث ذلك يعني في تاريخ المواجهات العسكرية أو الحروب، ولكن الأقرب للتفاوض وأعتقد أن من مجريات الحرب في السودان منذ 15 أبريل وحتى الآن أعتقد أن الذي سوف يحدث هو التفاوض على شروط، وأعتقد أن موقف القوات المسلحة هو الأقوى في هذه الفترة ومن ما تليها من فترات، باعتبار أن القوات المسلحة الآن هي أكثر تماسكا وأكثر قوة من منذ اندلاع الحرب، يعني تضاعفت قواتها وتضاعفت استعداداتها للحرب من في الفترة الأخيرة.